هلا عيني، شوفوا حبايبي، شلون صح الاحوال؟ ان شاء الله كل بخير، تمام والعافيه. اليوم رجعت لكم فيديو عن مناقيش او لحم عجين، يعني من عجينه واحده سويت لكم شكلين من المعجنات. ان شاء الله هاي الوصفه راح تنال رضاكم واعجابكم، وصفه كلش طيبه وخفيفه وسهله، ان شاء الله جربوها. هنا نبدأ لكم اول شيء بالمقادير. اخذ كوب ونص من المي، وراح اضيف له ملعقه واحده كبيره من الخميره، خميرة فورية يعني. أضيف له ملعقة واحدة من السكر حتى على مود يساعد على الاختمار أكثر، وهنا ملعقتين كبار من الزبادي أو الروبة، وربع كوب من الزيت. ربع كوب من الزيت، طبعا ضروري إضافة الزيت حتى تكون العجينة شوية عندكم، وبعدين الخبزة بها طراوة أكثر. هنا أخذ 4 أكواب من الطحين، او حسب الطحين، يعني نوعيه الطحين. اكو عندنا نوع من الطحين ياخذ امتصاص مي اكثر، واكو طحين يعني ما يحتاج مي، فانتو عندكم ميزانكم مثل ما نقول. انا هنا بالنسبه لي احتاجيت 4 أكواب من الطحين، احتاجيت لكوب ونص من المي. هنا راح اضيف له ملعقه من الملح، ملعقه كبيره يعني، وان تكون عندي عجينه طريه لا تخلوها عجينة كلش قوية حتى الخبزة عندكم تكون حلوة وطرية. طبعا اتركها تختمر ساعة او ساعة ونصف، بعد ذلك راح اقطعها الى عدة قطع، ونفس الوقت هاي القطع راح اتركها تقريبا 20 دقيقة. كل ما ارتاح اكثر العجين كل ما ينطي نتيجة افضل بالخبز، ونتيجة طيبة كلش وميبس. هنا أنا أتركها ترتاح 20 دقيقة إلى 25 دقيقة. هسه راح أبدي أفتحهم بهاي الصورة على شكل دوائر. طبعا راح أسيلكم على شكلين حشو، على شكلين، وكذلك الأشكال هم تصير على شكلين. بعد ما فتحتها بالشبك شوي راح أرقها بالإيد، وراح أخذ ورق الزبدة حتى على مود السهل عندكم طريقة يعني نقلها إلى الطاوة. هسه انا راح اسلكم اياها يعني بالطاوة، وبعدين انقلها للفرن. هنا الحشوة، طبعا انا دائما اقدم هاي الحشوة، هي تتكون من لحم مثروم وطماطم مثرومة وبصل مثروم وفلفل اخضر، ضروري حتى ينطي نكهة كلش طيبة وكرفس، وشوية اذا حبيتوا فلفل حار تضيفوا له، ومعجون، كثروا المعجون اليه حتى يصير طعمه كلش طيب. هاي بعد ما استوت عندي من الاسفل راح اخليها بالفرن حتى يستوي الوجه الفوق، واسحب عنها الورق الزبده. هاي ورق الزبده سهل لكم عمليه نقلها حتى على مود تكون الفرن عندي حار راسا اشويها. هنا راح اسوي الحشوه الثانيه، راح اخذ جبن الموزاريلا واضيف له، هنا عندي معدنوس مجفف يابس، اضيفوا له، او اذا عندكم يعني المعدنوس الفريش الطري ممكن يعني اضافته. هنا حشوه ثالثه، راح اخذ زيت الزيتون واهرس له ثوم، سن واحد من الثوم، واضيف له الاراجونا. طبعا هاي الخلطه كلش طيبه طعمها، ونفس الوقت هم سهله. هاي خلطه ايطاليه حبيت يعني انطيكم اياها حتى تشوفون مذاقها كلش طيب بالرغم من مكوناتها يعني كلش بسيطة. اضافة سن الثوم الها ينطيها طعم كلش طيب، خاصة ويا زيت الزيتون والاراجونا، جدا يعني مهم اضافة الاراجونا لهاي الوصفة، راح ينطيها نكهة حيل طيبة. وهنا اضيف لها جبن الموزاريلا، يعني هاي الحشوات تكون بس جبن وزيت الزيتون وثوم. هنا أنا عندي هاي التشكيلة الثانية، راح تكون على شكل قوارب نفس الحشوة الأولى، بس الشكل راح يختلف. هنا أنا شكل القارب يعني كأنما تقريبا يشبه شكل الصمون العراقية من هذا الشكل راح تكون، وراح اخليها على تخت الخشبيه وشويه رشه من الطحين حتى ما تلزق عندكم بالخشبه من اثناء ما انقلها. هنا انا عندي هاي استوت اللي خليناها قبل شويه، واي قطعه طبعا بعد ما تطلعوها من الفرن غطوها بقطعه قماش نظيفه حتى تحافظون على طراوه اللحم بعجين بعد ما تكملون. هنا صار عندي طبعا جاهز
ما تحتاج بعد تكون موقته هواية، بس مجرد التخمير. كل ما تخمره أكثر كل ما تنطي نتيجة أفضل. كل ما كانت العجينة شوية لينة تقريبا، كل ما كانت عندكم المعجنات يعني كلش طيبة وطرية. لهنا حبايبي وصلنا بنهاية الفيديو، أرجو أن نال رضاكم وإعجابكم، وأرجو منكم ما تنسون دعم القناة باللايك والمشاهدة. أكون شاكرة ممنونة لكم حبايبي. نهاية الفيديو، نستودعكم الله في أمان الله. باي باي.